عشان مش هتكلم عن نادي ولا اتنين بعينهم، ماليش دعوة، بتكلم عن نادية. الحملات واضحة وصريحة وباينة وشكلها بايخ. ومش عايز اكلمكم على الاكونتات الفيك اللي الكلام بتاخد كوبي بيست، يعني تلاقي النهاردة الزمالك ليه ضربة جزاء غير صحيحة بنفس النقطة بنفس التشكيل بنفس السبيس متاخدة كوبي بيست، نازلة على 700 اكونت، ونازلة في 600 الف كومنت، ونازلة في 400 الف شير، ومنشن لجنة الحكام، منشن رابط الأندية. إحنا كإعلاميين وكلعيبة كورة شايفين الحاجات دي وعارفينها ولامسينها. تطلع تقول كلمتين ثلاثة وتدافع عن حق نادي الزمالك، تخرج تلاقي أصل المقدم برامج ده بيتكلم وحملة إنه غير مهني وفاشل وما بيتكلمش. اللعيب شيكابالا، شيكابالا دخل ضيع ضربة جزاء عادي 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 جدا ما يضيع. ايه المشكله؟ ما هي دي كوره، هي دي الرياضه. ما نفس الماتش اللي شيكابالا فيه ضيع اتنين لعيبه من الاهلي ضيعوا، عمر جابر ضيع. طب يا راجل يا طيب، يا راجل يا طيب. طبعا مباراه وخلصت وعادي جدا ان حد يضيع، واتكلمنا عن شيكابالا ومش شيكابالا اللي نقدر يعني نقيمه او نتكلم عن تاريخه بضربه جزاء ضاعت. ولكن اللي ضيع الضربه الاخيره عمر جابر والنادي الاهلي ضاع له ركلتين جزاء، محدش اتكلم. هي لما تكون في لجنه ممنهجه عشان حاجه بعينها او قضيه بعينها هتفضل زي ما هي بدون تفكير، كانك بتتكلم مع واحد عمال تفهمه حاجه وهو قافل دماغه ومش عايز يسمع. سوبر افريقيا لعيبه النادي الاهلي ضيعت، وسام ضيع ركله جزاء جت في العارضه، هل حد اتكلم عليه؟ لا، عشان ده الطبيعي. الطبيعي انه عادي. هل جمهور الزمالك طلع وعمل كوميكس ويدخل على صفحات النادي الاهلي ويشوف صوره لوسام ويقعد يكتب كومنتات لا، ما بيحصلش. الواحد لو بيهزر او بيحفل او بيحتفل، الزمالك خد الكاس. هي الكوره كده. وصاحبك يبقى قاعد جنبك على القهوه، خدنا الكاس، وتوري له صوره واغاني وهزار ورقص، هي دي الكوره، هو دي، هي دي الرياضه. ما انا ما ينفعش اكسب وافضل قاعد كده وساكت، وهو ما ينفعش يكسب ويفضل قاعد ساكت. لكن العيب، العيب وعدم الاحترام انك تغلط، العيب وعدم الاحترام انك فاكر بشويه كومنتات او شويه اكونتات فيك على السوشيال ميديا وشويه حملات ممنهجه تفتكر ان هي دي الحياه. هو ده الريفرنس. يعني الريفرنس بتاع شيكابالا يشوفوا من الكومنتات، ما شاء الله ما شاء الله، اساطير نادي الزمالك واساطير نادي الاهلي واساطير الاسماعيلي، اساطير الدوري واساطير الكوره، ناخد الفيدباك بتاعتهم او ناخد الـ يعني الصوره عنهم الذهنيه لينا من النت، مش النت العادي، يعني مش من ويكيبيديا مثلا تفتح جوجل تكتب اسم اللعيب فتعرف هو عمل ايه وتاريخه ايه، لا 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 لا، من شويه اكونتات فيك على السوشيال ميديا، وكم ستوري وكم هزاره وكم كوميك وصوره تتركب على مش عارف ايه. ما هي بقت بايخه، بقت بايخه. الموضوع بقى بايخ ومحدش قادر يتقبله. لعيب بيضحك في الملعب، لعيب يبص لزميله، لعيب يحط ايده على بقه يقول لزميله حاجه، يتعمل عليها افلام. النهارده ناس طالعه تسريب، انا اقرا لحضراتكم تسريب حكم كابتن محمد عادل حكم الساحه. ما جبته منين يا فندم؟ جبته منين؟ وانت مين عشان تجيب التسريب؟ وانت مين عشان تطلع تتكلم عليه بالمنظر ده؟ هتقول لي بصفتي اعلامي او صحفي، اهلا فوق دماغنا. هي دي الصحافه اللي اتعلمناها؟ هو ده الاعلام اللي اتعلمناه؟ يا راجل ده احنا بيطلع عينينا وصوتنا بيتنبح، يا جماعه الغوا التعصب، يا جماعه الجمهور في مدرجات زي الفل، يا اخي ده احنا قاعدين في مدرجات السعوديه ومدرجات الامارات يوم الماتش، ماتش سوبر افريقيا والسوبر المصري، قاعدين جنب بعض. الناس صور، الناس بتصور نفسها سيلفي، انا لابس شيرت الزمالك وجنبي واحد لابس، ومفيش اي حاجه. والزمالك كسب بطوله وجاب جول، قمت مسكت ضربته واتخانقت معاه، مفيش الكلام ده يا فندم، مفيش. ده ما بنشوفوش غير على النت. واللي بيعملوا كده على النت او على السوشيال ميديا او على الفيسبوك او على الاكونتات بتاعتهم، لما بيقابلوا اصحابهم
ما بيتكلموش بنفس الطريقة وما بيعملوش نفس الأفعال اللي بنشوفها. عيب. الناس بتعزز من كوادرها وأساطيرها. عندي مشكلة، حضرتك عندك مشكلة مع ابنك جوه البيت بتحلها، مش بتخرج بره قدام البيت وتفضحه. وبعدين ده مش فضيحة قدام البيت بس، ده السوشيال ميديا ما بتسيبش دلوقتي، ده أنا بكتب البوست يلف العالم كله. وقلتها لك، حملة ممنهجة على قائد نادي الزمالك التاريخي. عفوا. واضحة وصريحة. عشان ايه؟ عشان ركلة الجزاء. طب يا سيدي انا اعمل لك حلقة بكرة عن كل ما ساهم بيه شيكابالا يخليك تسكت. ده جايب جوال محدش جابها في مصر، ده عامل مباريات وواخد جوائز هو من هو صغير. يا راجل ده انت بتتريق عليه في صورة بتنزلها على السوشيال ميديا، ده رونالدو شافه وقال له انا اعرفك. رونالدو شافه وبدل معاه التيشيرت. ومش انا اللي هقول الكلام ده، عشان بس الكلام ده ما يتاخدش على السوشيال ميديا ويتحط في كوميكس ويلحق مينا ماهر قال انه رونالدو مش عارف كلم. الكلام ده موجود، الفيديو موجود وعرضناه 100 مرة. طلب، قال له عايز تيشيرتك. لا تخلص ما تخلص. صورة جميلة وشكلها حلو ومصر كلها تتفخر بصورة زي دي. رونالدو أسطورة الكورة في العالم طلب من شيكابالا تيشيرت وبيشاور على التيشيرت وخده منه. لا أصل نخرج، أصل هو اداهوله وخده منه. خد منه إيه يا فندم؟ قال له أول ما خرجوا خد منه التيشيرت. شيكابالا ما روحش بالتيشيرت. حملة، هو اقعد اضحك بقى. ما هو الفيسبوك عمل أبديت، مش بس تكتب كومنت، ده في رياكت. متضايق لايك تضحك، اقعد اضحك بقى. اصل شيكابالا بدل تيشيرت مع رونالدو وخده منه تاني قدام اوضه اللبس. كانت اصل رونالدو محتاج اللقطه وشيكابالا محتاجها، يعني اقول لكم ايه؟ كل ده وتيجي ضيع ضرب يا اخي. احنا كزملكاويه طبعا بالتاكيد زعلانين على البطوله، واحنا مش احنا الناس اللي بنقول عندنا منها كتير وده كاس مش عارف ايه وسيبناه لكم. احنا مش كده، احنا زعلانين على البطوله طبعا. طبعا مفيش زملكاوي كان فرحان، وطبعا كان نفسنا شيكابالا يجيب ضربة الجزاء، كان ضاعت. هي دي كورة. نهائيات كاس العالم لعبتهم ضيعت. رونالدو من يومين خرج من بطولة ضربة جزاء في آخر ثانية، ولا خسر المباراة في آخر ثانية. ضيع رونالدو ضيعها. ما شفناش بقى الستوريهات والكوميكس، عشان دي ناس بتعزز انديتها، دي ناس بتعزز الدوري بتاعها، دي ناس بتعزز منتخباتها. يا راجل ده انا كنت بقرا ستوري وكلام على السوشيال ميديا لما شيكابالا جاب جول مع منتخب مصر في غانا في المباراه الاخيره قبل نروح كاس العالم. تريقه. جول ملوش لازمه، جول تحصيل حاصل، هي دي جوال مش عارف ايه، ايه ده؟ انا دخلت في الموضوع انا بس مش بقى يعني قدامي ورق وكلام عن كابتن محمد عادل والحكام ولجنه التحكيم ايه ده؟ الموضوع ابعد من كده. وتاني وتالت ورابع، الكوره في مصر، ولا حضراتكم واي مسؤول يطلع يرد عليا، الكوره في مصر مش جوه ارض الملعب بس. الكوره في مصر على السوشيال ميديا. مش قصدي الناس الجميله اللي بتدخل تنتراكت او تتفاعل مع انديتها وعلى الاكونتس بتاعتها، لا 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 خالص. الناس عارفه نفسها، عاملين لجان الكترونيه معروفه، معروفه بالاسم، اللي في الشغلانه عارفين الناس دي بالاسم. دي الكوره في مصر تدار بالطريقه دي. الكوره في مصر تدار لو في فرقه فيها كام لعيب، طب احنا محتاجين لعيبه دي، محتاجين جزء، طب نتفاوض في الجزء والجزء التاني نجيب له عروض. نجيب له عروض منين يا فندم؟ من بره مصر طلعوا. وده مش كلامي، كلام ناس طلعت على لسان انديه. قالت كان في لعيب في الزمالك في يوم من الايام كان مكسر الدنيا، عملتوا معاه ايه؟ عايزينه؟ لا جبنا له عرض، طلعناه بره مصر مش عارفين نعمل معاه ايه.
وبالتأكيد نادي الزمالك في الوقت ده ما كانش قادر يبقى راس براس في ثمن الصفقة. عايز تعرف يعني ايه كورة في مصر مش جوه الملعب بس؟ لما الزمالك يكون في ميركاتو وعنده كل المشاكل والفلوس فيها مشكلة عفوا الفلوس فيها مشاكل في نادي الزمالك الفترة دي، فتيجي تتفاوض مع لاعب، لا اصل انا مش هطلع لاعب للزمالك عشان ممكن يعمل مشكلة مع أندية تانية، او انا هطلع اللاعب ده اضرب رقمه في 50. طب ليه يا فندم؟ هو كده انا عايز كده، وبيطلع لأندية تانية وبيروح يقعد دك وما يلعبش. رسالتي لنادي الزمالك، اقفل عينك ودنك عن كل الحملات الممنهجة، كل حاجة حوالينا. فلدينا ما هو أهم أن نحارب عليه، وهو تتويج بالبطولات هذا الموسم، مع التأكيد على أن الحملة ضد التحكيم لو أثرت على مباريات فالزمالك سيكون له رد فعل قوي، وده باين واضح وصريح من الآخر وبوضوحه. الزمالك ومجلس إدارته مش هيسكت، مش هيسكت أبدا على أي أخطاء تحكيمية هتيجي الفترة الجاية.